هذه الحملة تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب. حملة نبض الرياضية. تهدف هذه الحملة للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية وتشخيصها ومكافحتها ومساعدة الجمهور، وسنناقش في الفيديوهات القادمة معلومات هامة قد تفيدك في معرفة مخاطرها وعلاجها والعناية بصحة قلب الرياضيين. معرفتك للتاريخ المرضي العائلي يساعدك ويساعد طبيبك في توقع أنماط المرض والمخاطر المحتملة في المستقبل. ما المعلومات التي يجب أن تكون متواجدة في التاريخ المرضي العائلي؟ يجب أن يشمل التاريخ المرضي العائلي ثلاثة أجيال: الأجداد والأبوين والأعمام الأخوال والعمات الخالات. وحاول أن تعرف عن الأصل العرقي، الحالات الطبية، حالات الصحة النفسية والإدمان، مضاعفات الحمل والإجهاض أو ولادة جنين ميت، أو العيوب الخلقية أو العقم، العمر عند تشخيص الحالة، عادات نمط الحياة مثل النظام الغذائي وممارسة الرياضة وتعاطي التبغ، السبب والعمر عند حدوث الوفاة للأقارب. وانتبه جيداً إلى الإصابات المبكرة عن المعتاد مثل ارتفاع ضغط الدم في مرحلة مبكرة من البلوغ أو الحالات التي أصابت عدة أقارب. من المهم أن يقوم الفرد بجمع هذه المعلومات ليشاركها مع الطبيب باستمرار أو كلما استدعت الحاجة ذلك. كما من المهم أن يستمر الفرد في تحديث هذه المعلومات بكل ما هو جديد طوال الوقت.